انت ابو المخاطر يا شنواني. يا باشا انا رقبتي سداده، انت عارف انا من زمان وانا عايز اخدمك. ما هو جه وقت الخدمه. انا ممكن اسرق لك سرير، اقتل لك قتيل، انما اللي بتقوله ده صعب. مفيش حاجه صعبه يا شنواني. يا باشا ربنا يعلي نجمك، ابعد عن الداخليه، انا ما صدقت غفله عني. يعني بترفض؟ مش قوي. يعني ايه؟ يعني عمليه زي دي هتكلفك كتير. كام؟ 50 باكو. 50 باكو؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ مبقاش في ضمير وانا بعمل عمليه ارهابيه؟ اكتر. ده انت عايز تهرب مساجين من جوه السجن، وفي حاله زي دي البوليس هيتدخل ويقاوم ويبقى فيه دم. ها؟ دم لا يا شنواني، دم لا. انا اهم حاجه عندي الضابط يفضل سليم، انا عايز اذيه في شغله وبس، مش اموته. الظاهر كده يا باشا ان في بينك وبينه طار وعايز تخلصه. بالعكس، ده حبيبي قوي. هو بس اللي مش فاهم مصلحته وفاهم الدنيا غلط. يا باشا من غير ما تقول ده ضابط، يعني لازم نحافظ عليه بدل ما نولع النار ويبقى في بيننا وبين الداخليه طار. عشان الشاعر الحلو ده هنخليهم 30,000 جنيه. 50,000 جنيه يا عم انت بتسمع ازاي؟ خصم الحبيبه دي عمليه زفره، ومش انا اللي هقوم بيها. زفره يعني مشمومه، قصدي ممكن يسيل فيها دم ميري، وما يقدرش على الميري الا ولاد الحرام قوي. هو في ولاد حرام وفي ولاد حرام قوي؟ امال يا باشا، انا ابن حرام ونعم. ما وصلش اكون ابن حرام قوي، دي رتب بقى. امال ايه يا باشا؟ ده الاجرام درجات. يعني اللي انت هتجيبهم لي دول لواءات في شغلهم؟ دول فرق الموت، عايشين في الجبل، قلوبهم ماتت وقفنت من زمان، ما يتورعوش يعملوا اي حاجه في اي حد، حتى لو كانت الحكومه، لا ده ما هيدفعوا الثمن. اذا كان كده ماشي، بكره الصبح يكون عندك نص المبلغ. والنص التاني بعد ما نخلص يا خفيف. اتفقنا. فاتحه. الحمد لله رب العالمين. اللي حصل ده بيأكد لنا ان ربنا موجود ومش هيسيبنا ابدا. انا اسفه اذا كنت تعبتك معايا الفتره اللي فاتت. لا يا حبيبتي، تعبك راح، المهم انك تبقي احسن دلوقتي. لا احسن كتير الحمد لله. الحمد لله. يعني ما بقتيش تاخدي المهدئات؟ ما خدتش ولا واحده من الصبح. برافو. ولو طلبت منك بقى انك تديهم لي هتوافقي ولا ترفضي؟ ادي لك كل الحبوب؟ كلها. طب ما تخليهم معايا، يمكن احس ان انا تعبانه. لا لا لا، تعبانه ايه؟ وبعدين علاج اي تعب عندنا عند ربنا، يعني لازم نشكره. قومي بقى كده هاتي كل اللي معاكي وتعالي نصلي ركعتين شكر لله. لا ما شاء الله، دي ايه الوليمه دي كلها؟ الف هنا وشفا يا حبيبي، مسرح ما يسري يمري. شوف يا سعد يا ابني، انا عايزك تمسح اللي على الترابيزه دي كله. هو استخسار ولا ايه؟ لا لا مش هقدر، ده كتير قوي. بالهنا والشفا يا حبيبي. قول لي يا سعد يا اخويا، عملتوا ايه في العمليه بتاعتكم؟ عمليه ايه؟ العمليه الكبيره اللي هتيجي بالخير كله. 15 يوم بالكتير وتكون الصفقه وصلت. توصل يا اخويا بالف سلامه. ايه يا سعد، قول لي انت نصيبك يبقى كام كده يعني؟ كتير يا عم، ما تعدش. كتير كام يعني؟ يعني مش اقل من 20 مليون جنيه. 20 مليون. مرحب، هاتي العريسك يحل يا بنت. ايه يا بابا، مش لما يخلص اكل الاول؟ لا يحل وياكل في نفس الوقت، احنا عندنا كم ساعة؟ طبعا ده سعد، ده وش السعد. طبعا كل يا اخويا، كل يا اخويا، كل كل يا حبيبي. يا دي الفلوس دي ليها سحر جميل قوي، تخلي الكل تحت رجليك. اهو كده، اهو كده الواحد يعيش متشال على كفوف الراحة. يا رب وفقنا وما تفضحناش ابدا يا رب. السلام عليكم. مختار تعالي حبيبي، انا عاوزاك. خير يا حاجة؟ على فكرة عايز اقول لك بس على حاجة، انا واختك لغينا التوكيل اللي احنا عاملينه لك. لغيته ايه؟ ليه؟ عشان شيطانك ما يوزكش تعمل حاجة كده ولا كده. معقولة يا ماما؟ معقولة مش مأمناني على نفسك؟ انا خايفة عليك من نفسك يا ابني. وعلى العموم انا هعمل لك توكيل تاني بس مش دلوقتي. امال امتى؟
لما الشهر يعدي والصفقة السودة دي تبعد عننا. ما أنا قلتلك إني شلت الموضوع ده من دماغي. علينا الكلام ده يا مختار، أنا عارفاك كويس. يا ماما يا ماما، أنا عايز أحافظ عليكم. عمر المال الحرام ما بيعمر بيوت أبدا، لازم تتعظ من أبوك. أبوك الله يرحمه لما خلط المال الحلال بالحرام شوف حصل له إيه. حصل له إيه؟ الله يرحمك يا حاج، مات وارتاح وسابنا احنا نتعك فيها. يا ما دقت على الراس طبول وربنا موجود. ده اسمه تواكل، احنا لازم نجتهد ونسعى عشان ربنا يدينا. نسعى في الخير مش في اذيه الناس. كل كالون وله مفتاحه. كالون ده ايه يا اخويا؟ يا ابني انت ليه مش عايز تفهمني؟ يا ماما انت اللي مش عايزه تفهمينا ولا تسمعينا، مش سامعه غير صوتك وبس، بتعاملينا على اننا لسه عيال صغيرين. احنا كبرنا ومن حقنا ناخد قراراتنا بنفسنا من غير ما يكون في حد واصي علينا. ولو قراراتكم دي بقى غلط وحد ضركم اقف اتفرج عليكم؟ سيبينا نتعلم من غلطاتنا. لو غلطه صغيره كان ممكن، لكن يا ابني ده بير مالوش قرار، مالوش اول ولا اخر، لو وقعتوا فيه هتخسروا دنيتكم واخرتكم. يا ماما خلينا نلاقي دنيتنا الاول وبعدين نبقى نفكر في اخرتنا. انت بتقول ايه يا ابني؟ اتجننت. يا ريت يا ريت، ده انا بفكر بالعقل. تقدري تقولي لي لما البنك يحجز على الفيلا وعلى المحل وعلى كل الاصول هنعيش فين وازاي؟ هنرجع العطارين. وهناكل منين؟ هبيع الكام فدان اللي عندي اللي انا ورثتهم من ابويا، وبتمنهم نشوف لنا صرفه. ماشي، ولما الفلوس تخلص هنعيش منين؟ نحطهم في البنك ويطلعونا مبلغ كل شهر لحد ما تقف على رجليكم. وناكل ربا يا حاجه؟ ربا كده يبقى وقعنا في الحرام نفسه. صف الله العظيم يا رب. يا ابني ما احنا هنبقى مضطرين، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. خلاص طالما كده مضطرين وكده مضطرين، نختار بقى الطريق الحلو اللي فيه المكسب. قصدك ايه؟ ننفذ العمليه ونعيش على بساط من الريح، بدل ما ناكل ملاليم بالفايز ونعيش متنغصين. مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. صدقيني يا حاجه انا بقول لك على الفايده. عارف لو عملت الموضوع ده انت لا ابني ولا عرفك، وهكون بريئه منك ليوم الدين، فاهم ولا لا؟ خلاص خلاص يا حاجه، خلاص خلاص، اذا كان كده ماشي بلاها العملية دي. كلامك يمشي على رقبتي طبعا. ايه ده؟ حاسب يا ابني، حاسب حاسب. تمت وكله على الله ينور يا شنواني، وانا قد كلامي واتفاقي معاك. 25 بقيت الاتفاق. بس في مشكله. خير كفى الله الشر. الظابط ماله؟ شكله تعور. ايه اتعور ازاي؟ جراله ايه؟ معرفش، بس لعل لما جم يهربوا عاصلك معاهم فاضطروا يضربوه رصاصتين عادي. يا نهارك اسود، يخرب بيتك. هو يهمك للدرجات يا مختار؟ طبعا يهمني، انا مش منبه عليك. مختار انت فين؟ عمال اكلمك من الصبح تليفونك مقفول. يا سعد خير؟ في حاجه ولا ايه؟ اشرف اتضرب عليه نار ونقلوه على المستشفى. ايه؟ طب هو كويس؟ الرصاصه جت في كتفه بس في مساجين هربت. المهم هو بيقولوا كويس. استاذن انا بقى مختار باشا. اذنك معاك يا معلم. سلام يا استاذ. مع الف سلامه. ده مين الراجل الغريب ده وايه الفلوس اللي خدها دي؟ ده جدع مخلصاتي كده بيخلص لنا دين لينا عند واحد مش عايز يرجعه. ما هو مش عايز يرجعه، الاخ ده بقى هيرجعه ازاي يعني؟ احنا مالنا بقى يا سعد يا اخويا؟ المهم ان الفلوس بترجع لنا. طب والله العظيم انت كده يا ده مختار. اشمعنى؟ يعني فتحت صدرك للدنيا كده وجرأتك بصراحه عاجبني يعني. خلاص خليك زي انا. ينفع كل حاجه